خلاص كده بقى والنبي يا جماعه. بالنسبه لنا احنا نقدر ندور عامل انتاج الدوري المطبوع اي مكون اي جهاز الكتروني لازم اساسيه في الدائره المطبوعه. دي بدايه اي جهاز يقطر على الباب، فهي دي الدائره المطبوعه. بنبدا عندنا انواع كثيره من تصنيع الدوري المطبوع، سنجل سايت، دبل سايت، مالتي. تبدا تجيل المعلومات من القطاع البحوث والتصميم او من العميل. ببدا اخذ المعلومات دي عباره عن جيربر فايل، عباره عن في ان سي سي ان سي دريلنج، في سي ان سي راوتنج. المعلومات اللي بتجيلي اللي هي الباترن اللي هي التراكات الموصله للدايره. ادي البورده عليها الازير، ده الوش الاولاني، بس هو عجينه ازير دلوقتي ما ينفعش الميسه وكده. هيبدا دي المرحله الاولانيه، اول مرحله في الاس ام دي تكنولوجيا. هيبدا المرحله اللي بعد كده مرحله تركيب المكونات الليسن كومبوننت. كل عندي المكونات بتجيلي على ثلاث انواع من او ثلاث اشكال. الشكل الاولاني بيجي على بكره بالطريقه دي، محتاج فيدر معين. الشكل الثاني بيجي على ستيك او مسطره. الشكل الثالث بيجي على تري. التري ده بيجي عليه الفاين بيتش او البي جي اي او اللصات اللي هي دقيقه شويه. فبيبدا المكنه زي ما انت شايف حضرتك كده. انا بقى في البرنامج زي ما احنا قلنا بعلم المكنه، بقول لها الدايره دي حجمها كام في كام، والفدوشه بتاعتها اللي هتقرا عشان اعرف كل اكس واي بتاعتي منين، من الريفرنس بتاعي ازاي. وببدا اعرف كل مكنه الكومبوننت ده السايز بتاعه ايه وشكله ايه، بحيث هي تشيل وتصور زي ما حضرتك شايف كده. هي تشيل المكون وتصوره، المكون ده سليم تروح تحطه في الاكس والواي وبزاويه اللي انا قايلها عليها في البرنامج. ده بعمل عليه البرنامج بتاع اللي ببعته، اللي بحدد الاكس والواي بتاعه الخامات، وبعمل برنامج بتاعي بصممه على البورده وببعته هناك، ببعته على المكن. ان شاء الله ان شاء الله 15/8. معلش يا الورديه الواحده 3 في الورديه 300 جنيه، الورديه الثانيه 200 جنيه. مظبوط يا فندم، انا بتكلم على الورديه الواحده عشان ما تنقطعش. 15/8 ان شاء الله، 15/8 ان شاء الله في العقد ان شاء الله بمشيئه ربنا هيبقى 1200 جهاز. الورديه تبقى 700 والورديه تبقى 500. ده مخطط ان شاء الله ماشيين عليه.